بروح لكابتن بلال، عايز اقول لحضراتكم ان تم اختيار مصطفى محمد كرجل لهذه المباراه او كافضل لاعب في هذه المباراه. يعني اعتقد ان هو قام بما هو مطلوب منه، هو احراز الهدف الحقيقه. بعد كده بقى هنتكلم فنيا اكتر في هذه النقاط، ولكن مصطفى محمد هو افضل لاعب في هذه المباراه. كابتن بلال، ما اعرفش هل الثلاث نقاط اهم ولا الاداء في مثل هذه المواقف؟ والله واضح النهارده في مجاملات كتير، حتى كابتن فتحي بيجامل المنتخب شويتين ثلاثه يعني، ولجنه الاختيار بتجامل برضه مصطفى محمد. لا لا ده معجب. بص انا ضد فكره النتيجه اهم من الاداء، دايما الاداء هو اللي بيجيب النتيجه. النهارده انت وفقت يا كابتن بانك تحرز هدف وتطلع كسبان بدون اداء، المباراه الجايه مش هتحصل كده، استحاله، في كره القدم اتعودنا على كده، دايما اللي بيأدي بشكل كويس، دايما اللي بيأدي بشكل جيد هو ده اللي بيكسب دايما يا اسلام. انما في بعض الاوقات الكره ما بتديش اللي بيلعب كويس. النهارده مالي افضل منك في كل حاجه، في كل شيء في المباراه. خلينا نتكلم يعني عشان ما احنا عندنا مصداقيه في الكلام. اه النتيجه كويسه، بدايه موفقه، نتيجه انت عندك هدف انك عايز تصعد، لكن الهدف مش هيتحقق بالطريقه دي. الهدف عشان يتحقق لازم تأدي كره كويسه، لازم روحك في الملعب تبقى عاليه. احنا اختلفنا كتير جدا او اتكلمنا كتير قوي قبل الماتش على طريقه اللعب 3 4 3 4 3 2 1، كنا بنتكلم على طرق اللعب. النهارده احنا مش شايفين طريقه لعب في الملعب، انا حقيقه مش شايف طريقه لعب في الملعب. النهارده بتلعب ب 3 4 3 الاثنين الباكين بتوعك، الشوط الثاني مفيش واحد عدى نص ملعب. تلعب منتخب مصر بيلعب في ملعبه في استاد القاهره كسبان 1-0، كل الضغوطات اتشالت من عليه. الشوط الثاني كريم العراقي، احمد فتوح، ما شفناش حد فيهم قعد نص ملعب اسلام. طب كنا بنقول ضغوطات في بدايه المباراه، خلاص سجلت هدف، اول ثلث ساعه واول ربع ساعه كل واحد بيبقى عنده مشاكل وعنده ضغوط نفسيه والجمهور حاضر وتبقى متوتر. المفترض ان كل ده بعد ثلث ساعه بيتشال من على ظهرك خلاص، والمدير الفني خلاص بيدي تعليماته للعيبه، واللعيبه خلاص بعد ما سجلت الهدف بتبقى في حاله افضل من كده بكتير. لكن كون ان احنا نشوف منتخب مصر من الدقيقه 20 من بعد تسجيل الهدف لحد الدقيقه 92 ولا 93 بيلعب في نص ملعب بتاعه، كل الكرات اللي اتلعبت النهارده كلها كرات طويله وبتلعب على حد بتشعلق بلغه الكوره، يعني انت بتعلق الكوره فوق ومنتظر حد يلعب بدماغه وتعمل هجمه مرتده. لا قدرت تعمل هجمه مرتده سريعه بشكل جيد، ما قدرتش تعمل الاستحواذ اللي كنا بنتكلم عليه، اللي هو اصلا انت بتعمل الطريقه دي عشان الغرض منه انك تستحوذ على المباراه بشكل جيد. يعني حطيت اربعه في نص ملعب واثنين قدامهم وفارود قدامه عشان تقدر تستحوذ وتمتلك المباراه بشكل كبير، ما قدرتش تعمل كل ده النهارده في المباراه. طيب طريقه اللعب واتكلمنا عليها وقلنا يعني هل من المفترض انك انت كمدير فني للمنتخب انك تلعب بطريقه مختلفه هتقدر تحفظ اللعيبه الطريقه؟ اللي حصل قدامنا وشفناه ما قدرتش احفظ اللعيبه الطريقه. واضح جدا ان اللعيبه بعاد تماما عن طريقه اللعب. النهارده احنا بنلعب 5 3 2 او 5 2 5 2 3، يعني طريقه مختلفه تماما اسلام. طريق احنا النهارده 2 ميد فيلدر وخمسه، لا مش اربعه زي ما كنا بنتكلم، ومش ثلاثه في خط الدفاع، انت ثلاثه والاثنين فاتحين شويه على اطراف الملعب. كل لعيبه منتخب مصر بتلعب في نص ملعبها، ما شفناش الوانتو، ما شفناش دبل باص. ولكن ما هو المطلوب؟ انا مطلوب مني ان انا كمدير فني، خلينا لو هتكلم بلسان الكابتن شوقي غريب يعني، ايه اللي مطلوب مني؟ ما انا مطلوب مني ان انا اكسب ثلاث نقاط بس، مش تكسب تاني وفي النهايه الله اعلم. شوف بص بالطريق، ما هو خد بالك كره القدم جدا. لا خليني طب اكملك بس النقطه دي. ماشي. من الممكن جدا زي ما الكابتن فتحي قال في بدايه كلامه، قال لك ايه؟ قال لك ان ممكن الماتش الاول ده يعدي باي بكل الطرق، ولكن احتمال مع المباراه الثانيه ان كل الضغوطات زي ما انت بتقول اتشالت وعملت وخلت وبتاع، فبالتالي مستنيين اداء افضل من كده بنفس الطريقه او بلاعبين. طيب انا هسالك سؤال يا اسلام. انا مش ضد المنتخب، بالعكس انا عايز المنتخب يأدي. يعني انا زعلان عشان هو الاداء مش عاجبني بصراحه، ممكن أقول خالص على الاطلاق، ولا الروح في الملعب عجباني. انا بس هسالك سؤال، يعني احنا دلوقتي انا يعني انت النهارده راضي عن اداء منتخب مصر في الملعب؟ لا. راضي عن التاكتكس اللي بيلعب بيها منتخب مصر؟ يعني احنا انا في الملعب يعني بتفرج على المباراه عايز اشوف. طيب احنا اتكلمنا على حاجتين مهمين جدا قبل الماتش، قلنا الجماعيه والفرديه. النهارده فين الجماعيه في اداء منتخب مصر؟ حتى كمان الفرديه مش موجود، يعني واحد ضد واحد مش موجود. النهارده ممكن في بعض الاوقات المدير الفني يتغاضى عن الجماعيه كابتن في سبيل انه بيلعب على الكاونتر اتاك ويشتغل ويعتمد على المهارات الفرديه للعيبه اللي موجوده في الخط الامامي. ما شفناهاش برده النهارده. احنا النهارده بنشوف منتخب مصر كره من ال 18 بتتعلق كره طويله جدا بترتد على منتخب مصر تاني تتعمل هجمه. النهارده لو منتخب مالي عنده لعيب بيعرف يسجل اهداف كانت المباراه اختلفت اختلاف كلي وجزئي. اضاعوا اكتر من فرصه الشوط الثاني منتخب المالي، كان اكثر استحواذا، اضاعوا اكتر من فرصه. عندك مشكله كبيره جدا جدا في قلب الملعب، منتخب مالي بيستلم في قلب الملعب بشكل
يعني كل واحد بيستلم ده اللي حضراتكم قلتوه قبل بدايه المباراه بالظبط. وكمان الكره لما بتتلعب على اطراف يا كابتن بتمثل خطوره كبيره جدا على المنتخب المصري. ممكن نعذر المنتخب اسلام عشان ما نجيش عليه اكتر من كده، ولكن احنا محتاجين ان احنا نلعب يبقى عندنا شخصيه. يعني الشخصيه يا جماعه ان انا ابقى متحكم في ريتم الاداء، ابقى مستحوذ لما احب ابني هجمه معلش جه عليك ايه؟ ما هو انت لو خلينا برضو نكون منصفين شويه، كل واحد من وجهه نظره طبعا، لكن انا في الاخر انا لازم اخد عكس وجهه نظرك. صح. ايه اللي جه علينا غير الكره بتاعت ابراهيم رضاي اللي هي الكره اللي جت في العارضه دي، والاول انقذها حارس مرمانا، وبعد كده محمد صبحي الانفراد اللي جه عليك الانفراد برضو احمد بيكب ما وصلش للجون. انا ده مقصود هو لو استلام صح جول خلاص. لو وفي الدقيقه 93 صبحي طلع انقذ برضو واحده تانية خلاص. انت يعني انا عايز بس اقول حاجه يا اسلام، اتفضل. انت سجلت هدف عشان تحاول انك تحافظ على الهدف ده، مش انك ترجع ورا طول بقيه المباراه. يعني دي الفكر ده اعتقد انه يعني اتشال من كره القدم خلاص، ما بقاش موجود. انك تسجل هدف عشان تحافظ عليه، ترجع يا كابتن دافع ب 10 لعيبه ورا خلاص والجول بتاعهم، وتلعب الكره طويله وتستنى بقى هم يهاجموك. لا، ما بقى طريقه اللعب دي ما بقتش موجوده، اصبحت منتهيه. انت لازم النهارده تفرض شخصيتك على فرقه مالي. سجلت الهدف لازم تكمل تلعب تستحوذ، يبقى ليك شكل هجومي، يبقى ليك شكل حتى دفاعي. انت النهارده متكتل دفاعيا ولكن غير منظم دفاعيا. هي دي المشكله بتاعت منتخب مصر النهارده. انا ممكن بلعب بتنظيم دفاعي، لكن النهارده احنا متكتلين، عندنا 10 في نص ملعبنا، ولكن انفرادات، كرات من على اطراف الملعب هم بيستلموها، هم اسرع منك في اوقات كتيره جدا. لو النهارده كانوا النهارده موفقين في بعض الاوقات او كان بيلعبوا كره اسرع من كده كان ممكن يسجلوا فيك اهداف. ولكن برضو انا عشان برضو يعني برضو ما نجرش على منتخب مصر، ممكن نقول ان دي مباراه استثنائيه زي ما كابتن فتحي قال، ممكن مباراه استثنائيه بالنسبه لهم، ولكن دي تاني مباراه على التوالي اشوفها بالطريقه دي يا كابتن. المباراه الوديه قلنا ممكن تكون مباراه وديه ومنتخب مصر بيجرب وفي تجارب، لكن مش ممكن يكون هو نفس الستايل ونفس الاداء. اعتقد هتبقى صعب. اتمنى ان شاء الله الاداء يتغير المباراه اللي جايه.